حضراتكم شايفين متابعين منصة البير ميديا، محمد عامل نظافة اللي اتطرد من كشر التحرير هو دلوقتي متواجد من داخل عزاء المحامي فريد البير. طب يا جماعه ممكن نيجي كده بس عشان العربيات، بس عشان العربيات والله مش هينفع كده. قول لي يا محمد انت جيت النهارده ليه؟ جيت النهارده ليه العب؟ ممكن بقى خلاص يا جماعه، الله يبارك لكم. مش هينفع كده والله، والله ما ينفع يا جماعه، ربنا يبارك لكم خلاص كده. مشتاح على ايه بقى كل ده يعني؟ مشتاح مين؟ حضراتكم شايفين متابعين منصه البير ميديا، محمد عامل نظافه اللي اتطرد من كشر التحرير هو دلوقتي متواجد من داخل عزاء المحامي فريد الدين. طب يا جماعه ممكن نيجي كده بس عشان العربيات، بس عشان العربيات والله مش هينفع كده. قول لي يا محمد انت جيت النهارده ليه؟ جيت النهارده ليه العب؟ ممكن بقى خلاص يا جماعه، الله يبارك لكم. مش هينفع كده والله، والله ما ينفع يا جماعه، ربنا يبارك لكم خلاص كده. مشتاح على ايه بقى كل ده يعني؟ مشتاح كل على ايه يعني؟